السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوات الميمة. اليوم ان شاء الله غنحضر لكم كراميل طريقة بسيطة وسهلة. المقادير اللي غنحتاج ليهم: كأس ديال القشدة الطرية، جوج كيسان ديال السكر الخشن السنيدة، نصف كأس ديال الماء، هذا هو الكأس اللي تنعبر به، وعندي معلقة كبيرة ديال الزبدة، أنوضع سكر سنيدة كاسرولة، ونضيف عليه نصف كأس ديال الماء، ونوضع الخليط فوق النار. أنا وضعت الخليط ديال السكر والماء فوق النار، هانتوما كما كتلاحظو معايا بدا الكراميل ديالنا كيتبدل اللون ديالو. هو كراميل ديالنا بدا كيتقل، نبقاو نحركو فيه. دابا غنضيف الزبدة على الكراميل، حتى نحركو. دابا غنضيف عليه قشطة طرية، نبقاو نحرقو. هانتوما الخليط ديالنا كيفاش يولي. أنا طفيت عليه البوطا كما سبق لي قلت لكم. من بعد ما تنصبو عليه القشطة الطرية كنبقاو نحركو في الكراميل، هو الكراميل ديالنا وجد. هانتوما كيفاش تيكون القوام ديالو، بحال هاد الشكل تيجيكم، تيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوه. الى عجبكم الفيديو عملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائلة ديالكم الأصدقاء، وإلى اللقاء مع وصفة أخرى.